هناك حديث ما مكث نبي في الأرض بعد 40 يوما إلا رفع بعد موته، وهذا يثبت بأن جسد النبي عليه الصلاة والسلام وجسد غيره من الأنبياء يرفع. هذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إذ لو رفع لما تمكنت الأرض، بل لأصبح فيه تعارض، بل ويعارض ما ميز به عيسى عليه الصلاة والسلام من أنه رفع إلى السماء.